معكم من استاد الكاس ونحيي مجددا مشاهدي بطوله كاس الامير سلطان بن فهد الثقافي، تحيه التنافس الثقافي والحماس الرياضي في ثاني لقاءات دوري الاربعه في ديربي الرياض بين الزعيم وبرازيل اسيا. احنا قلنا الحماس حيزيد مع كل فتره، ونحن الان وصلنا الى اعلى درجات الحماس امام لوحه الركلات اللي حتقول كلمتها ومين حيوصل للنهائي، الهلال ام النصر؟ ومن خلال ثلاث محاولات سيجمعون اللاعبين نقاط اضافيه لفريقهم، ومن يدري وش تقول وبيصير نتائج وش النقاط بتعمل من تحولات. واقول للكابتن عبد العزيز وللكابتن خالد خذوا بالكم وشدوا حيلكم، وتذكروا ان المطلوب دائما دقه في اصابه الرقم الاعلى في لوحه الركلات. والبدايه مع الكابتن عبد العزيز. كابتن عبد العزيز جاهز؟ مع ابغى حماس، وين حماس؟ وينه؟ كابتن عبد العزيز جاهز؟ اعطوني لوحه الركلات. والرقم الاعلى هو رقم 6. وجاب اربع نقاط، وطبعا صار الفرق الان الفرق نقطتين بس فقط لا غير. والان جاء الدور على خالد. خالد جاهز؟ يلا توكل على الله. ونقطة واحدة، والأصبح الفرق فقط لا غير نقطة واحدة ما بين الهلال والنصر. والآن جاء دور الكابتن عبد العزيز الكلثم، وهات لوحة الركلات نشوف. والرقم الأعلى هو رقم 7، وجاهز وتوكل على الله. برا، وما زال الفرق هو نقطة واحدة حتى الآن. ثلاث نقاط يقولون الكنترول، ثلاث نقاط أعتقد، نعم 35 مقابل 32. والآن خالد جاهز توكل على الله. ثلاث نقاط جاب الآن كابتن خالد، جاب ثلاث نقاط، وهذه الإعادة زي ما تشاهدون الآن. وأصبحت النتيجة 32 للهلال مقابل 38 للنصر، والفرق 6 نقاط. عادت الفروقات زي ما هي، وهات لوحة الركلات نشوف. الآن هو أعلى رقم عندك رقم 9، وتوكل على الله يا عبد العزيز. وبرا، واعتقد انحسمت الامور الان لمصلحه النصر. واعطيني النصر. خالد تفضل يا خالد. اذا 32 مقابل 38. يلا يا خالد اعطيني. تفضل. ثلاث نقاط الان، ثلاث نقاط. اذا مبروك لفريق النصر، هو من تأهل ووصل ب 41 نقطة مقابل 32 للنصر، وبذلك يصبح ترتيب للمركز الثالث هو الشباب لكونه حصل على 40 نقطة فيما حصل فريق الهلال على 32 نقطة. فأصبح الآن الثالث هو فريق الشباب، وحيحصل على 100,000 ريال مقابل 50,000 ريال للهلال. إذن الآن الاتحاد والنصر على النهائي. نقول للفريق إن شاء الله شكرا لفريق الهلال على هذه المشاركة، وإن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم في لقاء القمة، في لقاء الحماس طبعا، كما أسلفنا بين الاتحاد والنصر بين الأصفرين. موعدنا معكم مشاهدينا يوم الثلاثاء القادم، والذي سيجمع كما أسلفنا الاتحاد والنصر في لقاء القمة الثقافية على كأس الأمير سلطان بن فهد، الذي نتمنى أن يشرفنا بحضوره لتسليم الميداليات وكأس البطولة. إلى ذلك الحين طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. معلش هارت لك.